صباح الخير مشاهدينا الأعزاء. لو بدنا نحكي عن شمال سوريا لازم أول شيء نذكر المرأة. طبعاً اليوم معي ضيفة كتير مميزة، معي وردة في زمن الحرب. معي اليوم الضيفة الكاتبة والشاعرة الأستاذة مريم ثمر. أهلا وسهلا فيكي بالبداية. أهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي عن الرسالة اللي أنت حبيتي توجهيها عبر مجموعتك الشعرية الجديدة ورود من فم الحرب. نعم، الحقيقة رسالة يحملها عنوان المجموعة ورود من فم الحرب. طبعا ورود من فم الحرب مجموعة شعرية صدرت عن دار الزمان بمدينة دمشق. أحببت أن أقول في هذه المجموعة أنه بإمكاني كامرأة أن أسرق الورود من فم الحرب رغما عن هذه الآلام التي نعيشها. جاءت الورود على شكل نصوص شعرية في هذه المجموعة. طبعا خلال سنوات الحرب بسوريا كان لك ثلاث مجموعات شعرية، شو يلي تميز هاي مجموعتك عن المجموعات الأخرى؟ طبعا هي ثلاث مجموعات. الأولى كانت تحاكي مدينة القامشلي بعنوان إلى صغيرة قامشلو. المجموعة الثانية أيضا صدرت في دمشق عن دار التكوين بعنوان الأبله الذي يدق في غيابي. ورود من فم الحرب المجموعة الصادرة عن دار الزمان. بالمجموعات الثلاثة هناك خط واضح وواحد، اللي هو أنه مريم تمر هي اللي عم تكتب، ونفس المشاعر بتصعيد مختلف. يعني مشاعر الامرأة التي تعيش في ظل الحرب، اللي بتشوف ابن جيرانها بيستشهد، بتشوف ابن خالة بالجبهة، اللي بتشوف كل هالأمهات وهن صباح عيد الأضحى بيبكوا على قبور أولادهم. طبعا كل هذه المشاهد التي أشاهدها في هذه البلاد كانت ورود في هذه المجموعة. طب برأيك إلى أي مدى تمكنت المرأة في سوريا من التحرر من القيود والعادات، عادات المجتمع؟ الحقيقة ما زلنا نعاني من بعض هذه الأشياء، وهناك مواضيع لا تجرؤ المرأة على التطرق لها. إلى حد ما باستطاعتي القول أننا قطعنا شوطا لا بأس به في ذلك، ولكن أتمنى أن يكون هناك تفعيل أكثر للكتابة النسوية هنا خاصة. يعني مثل ما عم نشوف نحن صرنا بزمن التكنولوجيا ووسائل الاتصال الاجتماعي، يعني انت اليوم كان حفل توقيع كتابك ضمن مهرجان الادب والمرأة. اول شيء الغاية او الهدف من هذا المهرجان طبعا هون بشمال سوريا، ثانيا الى اي مدى للكتاب دور في وعي المجتمع خاصة الفئة الشابة من المجتمع؟ طبعا المهرجان السنة بسنته الخامسة. هدف المهرجان تطوير الحالة الأدبية بالعموم، الأدبية والفنية بالعموم، وحالة المرأة بالخصوص. طبعا المهرجان يشارك فيه النساء فقط كنتاجات، وطبعا الجمهور من الرجال لا مانع. يعني طبعا هون الكتاب له دور مهم في الوعي المجتمعي والوعي الشخصي. يعني ربما القراءة هي الدينامو أو المحرك لتطور الإنسان خاصة والمجتمع عموما. للأسف عم نعاني من حالة أنه حالة متردية من عدم القراءة، بس لازم يكون للكتاب دور ودور كبير أيضا. طبعا أنت امرأة متزوجة عندك ولدين شباب ما شاء الله ثلاثة، لو تحدثنا أو لو بدك تحكي لنا عن المشاكل الصعوبات اللي أنت واجهتيها خلال مسيرتك الفنية، لو بدنا نحكي عن هذا الشيء. طبعا صعوبات الحقيقة وجدتها كثيرا. أنا أم منذ زمن بعيد، ورزقني الله بثلاثة شباب وثلاث مجموعات شعرية أعتبرها بناتي، وقد حرمني من نعمة بنت. يعني طبعا الصعوبات كانت أول شيء أنه الواجبات العائلية بتخليكي طول اليوم بتفكري بولادك، فالكتابة بتجي شيء ثانوي. يعني يمكن أنا قصرت شوي بحق قصيدتي، بس عم حاول رجع لها حقها في السنوات الماضية بعد ما كبروا الأولاد. يعني
طبعا العنوان البارز للكتاب طبعا هو بارز كثير، ورود من فم الحرب. شو كانت غايتك من هذا العنوان بالضبط؟ الحقيقة فعلا النصوص هي هالحالة، يعني انه انا هالنصوص عم باخذها بالزور من سنوات الحرب. هذا ما كنت اقصده، انه هالنصوص كما ذكرت ورود اخذتها من فم الحرب بقوتي انه وبإيماني انه الحياة لازم تستمر. شكرا كثير لك. شكرا ناس، شكرا كثير.